أو حال وحفر وتعطيل للمدارس بسبب شوارع غير صالحة للخدمة. هذا حال أغلب الشوارع في سامراء. مع كل زخة مطر تظهر عورة شوارع المدينة، والمواطن يتساءل إذا كان 90% من مشروع المجاري قد أنجز فأين تبليط الشوارع وأين هذا الإنجاز؟ من تمطر الدنيا بعد ما تمشي خلاص، والشركة تقول إحنا مخلصين 90%، وين 90%؟ هاي شوارع طيانة، شوارع طيلة. هنا لو يشتري جزمة من 3000 لو يصعد تكسب 2000. أي خدمات بسامرة ماكو، لا مجاري، لا الماء 8 أيام انقطع. هنا الباج بيريا 3 8 أيام انقطع. ليش؟ من وراء المطر، من وراء السيانة، من وراء فيضان. هاي يومية حجج علينا بسامرة منكوبة من 2003 لحد الآن. شوارع مزودة أصلاً عمي، شوارع مع الطاب. أتحدى واحد أبو سيارة طبوا بنانا بها شارع بالمطار أطيالنا. أتحدى واحد يودي ابنه بالمدارس، ماكو أي مدرسة داوم بكتر المطار. الشارع اللي هنا على روسنا عمي ما يرهم. يعني إذا تمطر اليوم يعني 3 أيام 4 أيام يلا تقدر تطلع من البيت تروح شغلك أو عملك، يعني خلاص خلاص مات الراج سامرة خلاص. أي من تمطر الدنيا نهائيا سامرة، يعني الأرياف أحسن من سامرة. الحكومة المحلية رمت الكرة في ملعب بلدية المدينة وشركة المجاري، وأكدت إنها اتخذت الإجراءات الخاصة وتم تبليغ المديرية العامة والمحافظة، وإن أحد أسباب التراجع نقص الآليات. أبلغنا المديرية العامة بكتب رسمية من خلال المحافظة ومن خلال المهندس المقيم والمكتب الاستشاري أن هنالك تقصير بعدة جوانب، لكن الجانب الأكبر اللي يقع هو عدم وجود عدد كبير من الآليات لرفع المخلفات اللي هي موجودة. لا توجد هنالك محاضر رسمية لتسليم هذه الكميات، لا زالت لحد الآن هي في ذمة الشركة. لكن الشق الأول اللي تكلمنا عنه أنه هنالك عمل يقع على بلدية سامراء، نعم هنالك عمل يقع على بلدية سامراء، وهنالك عمل يقع على شركة المجاري، وعلى شركة المجاري أن تقوم بواجبها لكي لا يكون هنالك إرباك لحياة المواطنين داخل قضاء سامراء. منذ 6 سنوات أقر قانون على أن تكون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية، وكم سنة أخرى تحتاج حتى تعبد شوارعها قبل الشروع بتنفيذ هذا القانون لكي ينعم أهلها ببارقة أمل بدل المعاناة. من سامراء برا كنعان، قناة الفلوجة.